في عام 1822 أصيب شخص اسمه أليكسس مارتن بطلقة نارية من بندقية أحد رفاقه بالخطأ، فحملوه إلى قاعدة عسكرية أمريكية بها جراح اسمه الدكتور ويليام بومنت. لما فحصها الطبيب وجد ثقب كبير في بطنه تسبب بتهشم عضلاته. قام الدكتور ويليام بإخراج الدم من الجرح بسرعة حتى لا يملأ المعدة، وأعطى أليكسس مسهل لكي ينظف معدته. بعد التئام الجرح ظلت هناك فتحة صغيرة يمكن أن ترى من خلالها أعضاء جسم أليكسس الداخلية، وظل ويليام يجري التجارب على أليكسس لمدة 11 سنة، بحيث كان يربط أنواع مختلفة من الطعام بخيط حريري ويطلب من أليكسس أن يبلعها، ثم يحرك ويليام الطعام بالخيط ليرى كيف تتحرك السوائل الهاضمة في داخل المعدة. كان أليكسس يشعر مع التجارب بالضيق، فلاحظ الطبيب أنه مع ضيق أليكسس وألمه تتحرك معدته وجهازه الهضمي بالكامل، فينقبض ويفرز سوائل وأحماض بكميات مختلفة عن المستوى العادي. وكانت تلك نواة لبداية دراسة العلاقة بين المعدة والدماغ وتأثير كل واحد منهم على الآخر.